المرض أو الجوع، خياران أحلاهما مر أمام بعض اللبنانيين الذين خرجوا احتجاجا على إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. في بيروت وطرابلس وقعت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات. هل ترضخ الحكومة اللبنانية في النهاية لمطالب المحتجين وترفع الإغلاق؟ معنا الآن من مدينة طرابلس في شمال لبنان مراسلتنا دارين الحلوي. دارين، مساء الخير، ضعينا في أجواء طرابلس التي شهدت توترات على مدى الليالي الماضية، كيف هي الحال الليلة؟ مهند، الليلة هي الأعنف، كانت في مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية والعسكرية. في هذه اللحظة لا يزال الجيش اللبناني يلاحق المحتجين داخل الأزقة المؤدية إلى ساحة التل داخل مدينة طرابلس لإبعاد المتظاهرين عن ساحة النور وساحة التل، بعدما عمد المتظاهرون إلى رشق عناصر الجيش اللبناني بالحجارة وأوقعوا 4 إصابات في صفوف الجيش اللبناني بالإضافة إلى إصابة في صفوف قوى الأمن الداخلي، وسجلت أيضا هناك 20 إصابة وربما أكثر في صفوف المحتجين بحسب أرقام الصليب الأحمر اللبناني. 4 منها نقلوا إلى المستشفيات بسبب هذه المواجهات، في حين تمت معالجة 16 الآخرين ميدانيا. طبعا هناك استنفار كبير، أعداد الجيش اللبناني، عناصر الجيش اللبناني كبيرة جدا، أغلقت كل الشوارع والأزقة المؤدية إلى ساحة النور للحقول دون عودة المتظاهرين مجددا. فتحت بعض الطرق تمهيدا لتسيير حركة السير، ولكن كل الأمور الميدانية هنا تشير إلى أن هذه المواجهات أو هذا السيناريو قد يتكرر في الأيام المقبلة، خصوصا وأن السلطة أو الحكومة اللبنانية لم تلتفت إلى هذا التطور الميداني الخطير والذي قد يعني تعجز القوى الأمنية عن ضبطه ربما في حال تطورت الأمور في الأيام المقبلة. هناك فقر ربما نعجز عن وصفه وتقديره في هذه المدينة الفقيرة بالأصل، يعني بغض النظر عن تداعيات الإغلاق الذي حتمته كورونا. طبعا الإغلاق بات من فعل الماضي إذا جاز التعبير في طرابلس بسبب هذه الاحتجاجات، وهناك مساع مستمرة من قبل أهالي المدينة لتسجيل خروق يومية لهذا الإغلاق، لأنهم ما عادوا قادرين على البقاء في منازلهم من دون أعمالهم. شكرا لك دارين الحلوي مراسلة سكاي نيوز عربية مباشرة من طرابلس. من العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي توني أبي نجم. أستاذ توني، مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. أوضاع مزرية على كل المستويات، يعني لا أدري من أين أبدأ بالسؤال، ولكن إلى أين تتجه الأمور مع كل هذه التطورات؟ الآن الناس بدأت تخرج إلى الشارع من جديد. صحيح، يعني يجب أن نقسم أو أن نجزئ المشكلة إلى 2 أو 3. أولا، الشعب اللبناني منهك على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والمالي، يعني ثمة جوع حقيقي في عدد كبير من المناطق. أساسا مدينة مثل طرابلس هي المدينة الأفقر على حوض البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي أضف إلى هذا الواقع الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، البطالة، المؤسسات المقفلة، الدولة العاجزة، ثم تضيف إليها كورونا ليكتمل المشهد. هذا واقع قائم وهذا واقع معروف والمعاناة معروفة. السؤال الكبير من جهة ثانية الذي يطرح اليوم، لماذا اليوم؟ يعني كيف تحركت الأمور اليوم؟ تحركت الأمور اليوم بناء على معطيين. المعطى الأول أن الأرضية هي دائما جاهزة بسبب كل العوامل التي ذكرتها قبل قليل. المعطى الثاني أن الأمور دائما تتحرك من طرابلس، لأن في طرابلس مجموعة عوامل وأجهزة وأطراف وأشخاص يحركون، لأن الحراك من طرابلس هو يعني بعتبره هو الأقل كلفة، لأنه بيكون على أبناء طرابلس، على دمهم، على حياتهم، على لقمة عيشهم. طيب. البعض يستعمل نفوذهم على المجموعات بطرابلس من أجل التحريك، لأنه دائما خلال كل فترة الثورة لما ما كان يكون في حدا عم بيحرك بطرابلس الناس ما كانت تواجه الجيش، يعني كان لما الجيش يتدخل انتهي الأمور. لما منصير عم نشوف مواجهات مع الجيش اللبناني بيكون في البعض للأسف مدفوع أو محرك. هذا هو الواقع
بكل أسف. وطرابلس لها خصوصية كما نعلم أستاذ توني، لها خصوصية من ناحية التركيبة الاجتماعية، التركيبة الاقتصادية. إلى أي مدى تعطي هذه مؤشر على الاستياء الذي تشعر به فئات محددة في لبنان اليوم؟ نعم، يعني كما سبق وأشرت أستاذ مهند، طرابلس تمثل إذا بدك التجمع بكل صراحة، التجمع السني الأبرز صحيح. في لبنان هي العاصمة الثانية، ولكنها معقل أو عاصمة الشمال، المعقل والامتداد السني الواسع. وبالتالي عندما تتحرك الأمور من طرابلس تحديدا، يكون البعض يستعمل هذه الساحة يلي فيها أطيب ناس ويلي فيها أكثر ناس وطنيين ومتمسكين بوطنهم، بيكونوا عم بيستعملوا جوعهم وعم بيستعملوا قرفهم من كل الأوضاع من أجل توجيه رسائل سياسية. نحن بلبنان أمام عدة امتحانات اليوم، من جهة صراع حول الحكومة، من جهة صراع وتجاذبات داخلية بموضوع الإقفال والعودة عن الإقفال، من جهة ثالثة صراعات على خلفيات مالية وغيرها. الكل عم بيتداخل وينفس الموضوع في شوارع طرابلس على دماء أهلها، ويستهلك الجيش اللبناني ويستنفذه.